يعني الخلفيات الآن نعم اللي هي ظاهرة أمامنا نعم قبل هاي ما نكلم المشاهد، هاي دايرين نتعرف على إنه من 200 بديت هواية الاختراع، نعم وإنك تطوع الأشياء من البيئة المحلية. نعم حقيقة البداية منذ الطفولة، يعني من قبل المراحل التعليمية، ويمكن قبل 25 عام، قبل المرحلة الابتدائية، وكنا بنعمل حقيقة مجسمات نمت وتطورت مع التعليم. مع مجرد ما نلقى علم بنجي نطبقها عمليا في مجال شغلنا ده. ودي كده هي كلمنا عن طفولتك. والله حقيقة طفولة مليئة ب يعني إبداعات، مليئة باختراعات، وحقيقة كنت بحب جدا جدا بالنسبة للأشياء المنتظمة. لو لقيت علبة كبريت أو علبة سجاير بشكل منتظم كنت بشيله، وكنت بعمل يعني بيع وأعمال جميلة، ودي دي البداية يعني. كنت من الطين بتصنع حاجات نعم كده، برضو مجسمات ورسوم. من الطين ومن الخشب وتصاميم، ونحاول ندخل فيها الجانب بتاع الكهرباء، نعمل لها إضاءة ونعمل لها بعض الحركات كده. والمسألة اللي اتطورت معك مع التعليم، يعني مجرد ما ناخذ قسم من التعليم بنكون نطبقه عمليا في المجسمات دي يعني. نعم، الهواية نعم مشت مع التعليم. مع التعليم طوال، مشت مستمرة طوال مع التعليم. نعم الآن ربنا طيب، وهبنا وأدانا منحة دراسية لجامعة السودان، وحقيقة هناك لقيت كل ما يعني كنا نطلبه هنا في جامعة السودان كلية الهندسة. الحمد لله المسألة بقت عمليا نعم وعلميا. نعم نعم إذن العلم أفادك كثير كثير في كثير كثير ودعمك كثير في مجالاتك دي. نعم شنو كثير. أبرز الأشياء المخترعة يا والله من عبدو؟ أشياء أبرز الأعمال اللي عملناها هي تورباين ماي. عندنا هناك طبعا في شلالات كثيرة في منطقة جزيرة السمت ومنطقة أيوة منطقة مناطقنا هناك على النيل، فهنالك اشياء كثيره جدا جدا شلالات، فحاولت استغل الشلال جريان المويه، وعملنا فيها نماذج مصغره بالنسبه لتوربين ماي، حركه مساله بتاع الدولاب يتحرك. فالكلام ده قبل في سنه 98، وحقيقه لقت يعني الرواج، وعملنا تجربه ونفعت في اطار محدد كده، والحمد لله. يعني المساله دي في جياد الان بيعملوا فيها دراسه في العمل ما شاء الله قدمته اليوم. نعم وبعد ذاك تاني شنو قصة الإدهاش؟ والله قصة الإدهاش هي تأتي طبعا كل ما نمر بحوجة، زي ما قالوا الحوجة هم الاختراع، زي ما شايفين برضو عملنا مسألة بتاعة تلقيح النخل. عندنا كان في حوادث كثيرة جدا جدا، الناس تسقط من النخل، فعملنا كثير من الاختراعات. انك انت واقف في الارض ممكن تصل نخله طوله 8 متر 9 متر تمر على مجموعه كبيره من النخل دي، برضه اختراع. ان شاء الله لما نمشي لقدام حنشوف المساله دي برضه. نعم. عمليا ان شاء الله. فتحنا والله برضه لفت انتباهي الورشه بتاعتك المصغره. والله الورشه طبعا كل ما يجي في الخاطر مساله بتاعت اختراع بطوال قبل ما يمر عليه ايام كده بطوال من يجي نبدا تطبيقه يعني. يا سلام. ايوه وكل ما نمر لمعرض بنمشي طوالي بنعمل شنو؟ بنعمل تطوير و نعم اضافه. ايوه مجرد ما خطر في البال اي شيء جديد بنقوم طوالي نشغل الورشه بنعمل نعم. فيها اضافه. نعم طيب انا برضو في الورشه يعني لفت انتباهي مساله البصات، يعني نعم. من البص القديم نعم مرورا بالبص السياحي، الوحدة اكسبريس حلف الخرطوم، وحتى العربات الصغيرة، كلمنا برضو عن الجانب ده. والله حقيقة الأشياء القديمة دي أنا بهتم بها اهتمام شديد، كل ما ألقى مثلا أمر من معرض أجي من معرض طوالي بعمل فترة بتاع الصيانة. طيب أيوة بعمل بها إضافة، أي شيء تعطلت بنعمل صيانة، عشان كده بنحافظ. يعني عندنا المعرض المجسم بتاعت في مجسمات عندي عمره يمكن قريب 25 سنة. يا سلام. يعني بحافظ بهتم به وبجدده وما بخليه يخسر. فعشان كده لغاية حسا محافظ بهيكله بشكله يعني. برضو المجسم ده يا عبدو بدي يعني لونية محددة. نعم. لفترة من المعاناة في السفر مش كده؟ نعم نعم أيوة أيام زمان كان أيام الوحل والسفر بالليالي 3 4 ليالي الناس تشيل زوادها وتسمع صوت الباصات النيسانات، وهنا برضو كان في مشاهير من السواقين يعني على عد الأصابع صحيح. كانوا مشهورين، والسفر كان له طعم.
وكان له يعني نعم قدرت تجسد يعني انت باللوحة دي او بالمجسم ده قدرت تجسد الفترة دي؟ نعم قدرنا نجسد وشي الملاحظة على المسألة دي كل ما اعرض امشي في معرض الناسنا الكبار دي هم بيركز على المسألة دي ايه صحيح وكل مرة كل زوج يذكر وداني. نعم كل واحد يذكر لي موقف حصل في ايام الخريف وبعد ثلاثة أربع ليالي وكان بيعمل الجواد وكنت حريص برضو على مسألة التتبع يعني أنا شايف البص السياحي الإكسبرس الوحدة إكسبرس حلفة التطور يعني حتى في مجال البصات نعم كله طبعا المسألة بتاعت نقلة يعني كل ما يحصل مثلا نشيل الجيل الجديد بنعمل فيها تصميم جديد ونواكب له التطور الحاصل يعني عملنا برضو البص السياحي وبنعمل مقارنة بين السياحي زي ما عملنا الوابور وعملنا الساقية بنعمل له والمركب واللانشات نعم. جميل الوسيلة الحديثة والقديمة بنعمل نعم. الاثنين مع بعض نعم. طيب نحن بنقول للمشاهد الكريم انه قصة الإدهاش في هذه الحلقة في المكيف نعم. يعني قدرت تصنع مكيف او تخترع مكيف من البيئة من المنتوج المحلي تماما يعني كده تكلمنا عن الجانب ده والله بالنسبة للمكيف الجانب بتاع الكهرباء حقيقة دي ثمرتنا لقينا في جامعة السودان دراستنا في كلية الهندسة اضاف لك اضاف المسألة دي لاحظنا احنا لما نجينا فيك اي جهاز جديد او مكيف جديد ابسال او نسمة بنشوف كيفية التركيب طيب بنحاول نعمل تصميم لقينا البرميل دي كومباكت يعني جسمه كامل ممكن تخدم نفس الغرض صحيح جبنا كل الادوات والبرميل متوفر متوفر عندنا الناس بيستخدموه كشنط كوسيله بتاعت طيب حموله طيب بيجيبوه عندنا وفي في النهايه بتكون يتباع او يستخدم له المويه فالان احنا حولناه لبودي او هيكل بتاعت المكيف ونجحت يعني بمساله يعني نعم وفيها طلب كثير جدا جدا يعني الناس والشيء الميزه اللي فيه وهي متحركه عملنا لها عجلات يعني في عجلات تحت تتحرك أيوة بتتحرك داخل البيت تمشي طيب نعم اتكلمنا عن البض الخارجي دي الهيكل الخارجي طبعا عباره عن برميل ما عملنا له اي حاجه ما اضفنا له بوص زياده وعملنا له برضو ناحيه هندسيه عملنا له التركيبه بتاعت الوش وثبتنا فيه المفتاح نفس النظام بتعمل به عملنا فيه برضو من الداخل بندرب طلابنا برضو في المعهد عشان يستخدموا المسألة دي وبرضو وعملنا فيه الأرجل عشان تكون متحركة ممكن تكون في الحوش في المطبخ في صالة في أي في المناسبات ممكن تكون نعم طيب ده البعد الخارجي طيب المهم ما بالداخل مش كده نعم كلمنا ما بالداخل والله ما بالداخل حاولنا السير والمكنة والخيش نعم أي عمل جديد طبعا شيخ ناجي أنه ومقابل للانتقاد ومقابل صحيح حرصنا جدا انه ما يكون في اي يعني عيوب حاولنا نعالج العيوب وثبتنا فيها المساله عملنا فيها الارضيه الثابته ما يكون في اي اهتزاز واي ملاحظه يلاحظها ان اصحابنا الفكر بنطبقها هنا عمليا طيب ونحن لو نشرح ما بالداخل يا عبدو نعم نعم الأشياء الداخلية طبعا عبارة عن الموتور وعملناه بطريقة معينة ثبتناه عشان ما يكون فيه مربوطة بورد ثابتة ما تتحرك وهي يعني زي ما شايف ممكن صحيح أيوة. طيب برضو المكنة والمروحة والحاجات دي الداخلية دي من وين من وين المسائل دي والله طبعا المروحة والموتور والحاجات دي طبعا كلها أشياء موجودة في السوق نحن بنستخدمها كقطع غيار كقطع غيار بدل ما نجي نغير في البوض الحديد المصنع بنعملها فيه كلها أشياء متوفرة بيجيبوها في شكل قطعة غيار بنجيبه بنعمل التصميم هنا والمسألة دي متوفرة متوفرة الآن طيب. متوفرة لأنه استخدامات وطلب فيها كثير يعني طيب القش يا عبدو نعم يعني القش ده برضو كلمنا عنه نبدا من المرحله الاولى يمكن الاشكال الوحيد عندنا القش هنا غالي جدا يعني بالنسبه للكرتونه دي مكلفه حاولنا نجيب بدائل اولا استخدمنا الليف عملنا بطريقه لانه متوفر عندنا في الجزر هناك في جزيره سميد وفي بعض الجزر ده الليف العادي الموجود الليف العادي بتقوم مع الدميره مع فيضانات ايوه بتلقى معلق في شجر علق ايوه صحيح بنشيل الالياف دي بنحاول نرصها بطريقه معينه بنثبتها بكيفيه معينه بنخدها على الخلفيه بتدي نفس الفكر ما عنده ريحه ونفس البروده ايوه ما عندها ريحه ولا عندها مثلا
وبعدين لما تتبلى ما تنشف ثاني بسهوله. أه. آه دي 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 يمكن أه. الميزه بتدي بتدي نفس الـ نفس الـ نفس نفس الفكره بتاعت نعم. اللي نعم البروده طيب. نفس البروده طيب ده الليف وبرضه في يدي في برضو في بنستخدم برضه اللي بتاعت النخل برضه بنستخدمها بطريقه بنعملها بطريقه معينه بنرصها رص بطريقه معينه برضه بتدي نفس اللي نفس الخدمه يعني نحاول نتفادى انه نشتري الغالي لانه لما تجي في النهايه بتكون مكلفه نعم. لكن نستخدم مواد محليه المواد المحليه دي متوفره يعني متوفره عندنا في النخل طبعا عندنا الشماليه مشهوره بالنخيل وبنحاول نستخدم نستفيد منها وده ذاته فيها نوعيه نوع من النخل اللي نايه بتاعتها خشن شويه ايوه دي بنستخدمها زي البركاوي وبعض الاشياء دي عندها ليف ممتاز نجحت في الفتره دي يا سلام فبنعملها بطريقه معينه بنرصها بتدي نفس الخدمه نفس الخدمه نعم. طيب انا برضو شايف هنا في البود الخارجي فتحات الفتحات دي شنو الفتحات الـ 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 على المفتوحه على الجلد بتساعد على شنو يعني والله الفتحات دي طبعا نفس الفتحات الموجوده في الاصل في المكيف هي بتستمد مجرد ما المروحه مروحه شط اي تنفض الكهرباء المويه اسمه شنو الهواء بالتالي بتعوض به صحيح بتدخل الهواء عبر الايه بالفتحات عبر الفتحات دي بتمر به القش بمشبعه بالرطوبه بتحاول تدي تنفخ الايه الشيء المشبع دي بواسطه الفتحات دي في النهايه بتديك الايه البروده المطلوبه نعم والمويه يعني برضو حد المويه معروف هنا مش كده ايوه هنا يعني طبعا بالنسبه لي هي متحركه اذا انت دايره تستخدمها متحركه ممكن تدي الكميه بتاعتها زي 4 لتر 5 لتر الطرمبه ترفع نعم في النهايه لو دايره تثبتها ممكن تعمل لها نظام عوامه بخرطوش ثابت يعني ايوه مجرد ما تصل حد معين بتقفل معاك اوتوماتيك بتقفل معاك نعم يعني المساله دي ما غاليه والله ما غاليه مقارنه بالاصل الموجود ما غاليه صحيح لانه طبعا وممكن تفي يعني نفس الغرض المكيف العادي والله انا لاحظت انه يمكن تكون اكثر من اللا كمان الجوده عاليه ايوه يعني. ايوه ليه لانه المويه الراجعه في البرميل محتفظه بتكون فيها رطوبه عاليه كل ما اشتغلت فتره بتلقى ليه الرطوبة زادت فبالتالي بتساعد في عملية الايه؟ نعم التبريد ده واحد، نمرة اثنين ما عندها ريحة لأنه البرميل طبعا ما فيها صدى ما فيها مواد جيرية بتكون محافظة يا سلام. ممكن تعمر لسنين يعني يا سلام آه ممكن يا تعمر سلام. لسنين دي يمكن الميزة الفيها يعني. نعم طيب يعني السرعة برضو خليني كمان نتكلم عن السرعة يعني برضو شايف هنا نفس أنماط نفس الأنماط مش كده؟ نعم أي نحن بنستخدم نفس المفتاح مفتاح الأبسال بنعمل لها سرعات الثلاث سرعات الموجوده في بالنسبه للمويه بالنسبه نعم. للموتور بنعملها بنجيب دي كلها طبعا اصل كايزبير نحن بنشتريه ولكن بنركبه فينا في البرميل بطريقه معينه بنثبته بنعمل له كيفيه معينه بنثبته عشان يكون ثابت في البرميل بتاعنا مش المكيف وبس ومن خلال صناعات المنتوجات المحليه لا برضو عنده قصه ثانيه قصه ادهاش اخرى اللي هي شنو يا عبدو؟ الموضوع عبارة عن شرك في شكل قفص بالنسبة للكلاب الضالة والذئاب عندنا حقيقة مشكلة كبيرة بالنسبة للكلاب والذئاب بتجي تهجم على البهائم وتقضي على يعني مراح كامل ممكن تنتهي في ليلة واحدة فدي الفكرة عملنا اختراع جديد الفكرة عبارة عن قفص مصمم بطريقة محكمة فبنفتح من جانب واحد نفتح من جانب واحد وبنعمل طعم او قطعه لحمه داخل الايه نعم. القفص نعم. بتجي الزيب او في الحته ديك يعني نعم بتكون نعم. في الطعم ايوه في اسفل الايه فيها الطعم ايوه في مؤخره القفص بنعملها شكل طعم كده لحمه صغيره فالزيب او الكلب الضال بتجي خاشي بيجي خاشي في داخل القفص بتقوم تحبش الايه الطعم الطعم من جوا مجرد ما تحبش الطعم يرتفع تقفل معاه كده الان لغايه الصباح بتلاقي تلقاها محبوسه ما عندها طريقه ليه نعم. بعدك تجي تقبض عليه بطريقه معينه وتتخلص منه نعم دي قصه الادهاش الثانيه للمخترع عبد الفتاح نوري برضو قصه ادهاش ثالثه بنمشي نشوف عليهم مش كده نعم اللي نعم. هي في مساله يعني الحوادث الكثيره الولايه الشماليه مشهوره بالنخيل نعم نعم وبعدين في نخيل بتكون كبيره جدا على مستويات عاليه جدا وفي نخيل بتكون نعم. يعني صغيره جدا قصه ادهاش
يعني عجيبة وملفتة للمخترع عبد الفتاح نوري. نشوف القصة الثالثة. القصة الثالثة عبارة عن آلة تلقيح للنخيل، فهي تتكون من ثلاثة أجزاء، يعني الجزء الأول المقبط كما شايفين ده المقبط، أيوة، وعندنا الممسك أو قدام المشبك هاي بيكون هنا قدام. أها. في النهاية بيناتهم توصل بعمود ماسوره في شكل ماسوره. أه. دي طبعا يتعمل على حسب طول النخله بتاعتك، يعني ممكن تعمل 6 متر. في رابط بالداخل ما بين المقبض والمشبك، في السلك بتاعت اللبنس بتاعت الركشات دي، ايوه، بتربط بين المقبض و الممسك. أه. فالمساله عباره عن تحكم. أيوة. انت بتتحكم زي ما شايفين في المقبض، ايوه، هناك الممسك المشبك بتمسك زي ما شايفين هنا. أيوة. الاله. أيوة. تمسك بالطريقة دي. أه. وترفع في النخل. أيوة. أيوة. ممكن توصل لأعلى النخلة. أيوة. وهنا التحكم ممكن لما. أيوة. تضغط هنا في النهاية تتحكم على. أيوة. فتح وقفل المقبض هناك في أو المشبك هناك في. نعم. المقدمة. نعم. دي طبعا بيتعمل على حسب طول النخلة. عندك نخلة طول 8 متر ممكن تعمل على حسب هنا. لما ترفع يدك كده برضو أبعاد مناسبة برضو. طيب المسألة دي فوائدها في شنو؟ المسألة فوائدها، أولا ممكن تصل لعدد مجموعة كبيرة من النخل. أه. بدون ما يعني في بدون ما تطلع النخل. أي بدون ما تطلع وانت واقف بقلل المجهود بتاع اللقاح. علي الله يفتح. أيوة. عليك. أيوة. الشيء الثاني بالنسبة للمزارع ما بتمشي على على اللقاح. أيوة. لأنه مرات بنعم يعمل لهم حساسية وبيعمل لهم. أيوة. أنت من بعيد بتمسك. صحيح. براها إيه؟ صحيح. لو وضعتها في قفة أو في معون كبير بتمسك. أه. براها. نعم. وتشتغل. طيب. براها. عبد المسألة دي يعني طبقوها هنا الناس، يعني بالرغم من أن المنطقة دي هي محاوطة بالنخيل، يعني قدرت الفكرة دي تنقلها لهم وتديهم؟ والله الفكرة طبعا الاختراع عملناه قبل سنتين أو قبل 3 سنة. أه. يمكن الطلب يعني أيام اللقاح ما بنقدر نكفي. بنعمل زين الإقبال كبير. أيوة الإقبال كبير. بنعمل مجموعة كبيرة. 500 حبة 600 حبة. الناس بطلب يشيلوها.
عندنا برضو صورة للآلة الزراعية التراكتر بمعداتها. وبرضو المسألة أو الموضوع عبارة عن تصنيع نماذج من ألعاب الأطفال لمخلفات البيع. طيب. اللي ما شايفين كلها من كريستالات وجوالين وبعض النماذج بنستخدمها كمخلفات للبيع. زي ما شايفين برضو عندنا آلة عملناها عبارة عن وسيلة تعليمية بالنسبة للطلاب في قسم السيارات، بتوري حركة البستم داخل المكنة بستمين، وبرضو في ثلاثة بساتم، وبرضو في نموذج آخر بالنسبة لنعمل في شكل شنو نعم مجسم عشان نشرح للطلاب برضو الفكرة بتاعت برضو عندنا نماذج من أعمال يدوية بنعمل بواسطة السلك، اللساتق القديمة بتاعت الناي بنطلع منها اللساتق دي بنعمل منها برضو أشياء مجسمات. وبرضو عندنا فكرة بتاعت تصميم عمل، بنجيب قوالب حتى الأشياء اللي بتطلع من المخلفات أو الرامي بتاعت المكيفات بنعمله بنجيبه بنضعه في درجة حرارة معينة تصل درجة الانصهار، بنخطه في قوالب بتطلع لنا أشياء في شكل جوالين في شكل ألعاب بنصمم به ألعاب. دي بالنسبة لتصنيع ألعاب بالنسبة لمخلفات البيئة. نعم، كمان شايف قدام برضو في مجسم لنيل قبل ما نمشي للركشة. أيوة، ده برضو عندنا صورة للركشة من الجوالين بيتعامل بالطريقة دي، في النهاية بدينا الشكل النهائي بتاعه. نعم. نعم. عندنا هنا حوض النيل فيه كل الأشياء الموجودة على الحوض، صورة للمركب وصورة للنش برضو بيشتغل بواسط صورة للنش. نعم. وزي ما سامعين صوت اللنش تتحرك عبر التيار. برضو عندنا صورة الآلة من الأشياء دي اللنش هنا طبعا عندنا مساحة بعيدة. دي الوسيلة الحديثة، عندنا الوسيلة المركب طبعا يعتبر من الأشياء التراثية زمان. دي هيكل المركب نموذج فيها كل الأشياء الموجودة في المركب، وعندنا برضو الطوف وعندنا الفلوكة برضو صغيرة غارب صغير للصيد بجانب البوابين المثبتة على الشاطئ بترفع فيه الصهريج و برضو عندنا من الأشياء اللي عملناها صورة لقلعة الدفوفة، عندنا هيكل بتاعة الدفوفة عملناها بتصميم هي متحركة، المشاهد بيكون واقف في حتة واحدة بيشوف الأجزاء الداخلية كلها الاتجاهات الأربع بالطريقة دي، هي بتشتغل بواسطة الكهرباء بتدور بتوري الاتجاهات الأربع يعني المشاهد. نعم. بيكون واقف في حتة واحدة بتوري الاتجاهات الأربع. نعم. بواسطة كهرباء عملنا فيها نظام عرض جديد اللي هو الكهرباء بتلف براها بالطريقة زي ما شايفين، إذا بتلف براها بتوري الاتجاه الأربع اتجاهات المختلفة لقلعة الدفوفة. نعم. نعم. سعيدنا من خلال القصة الأولى حتى القصة الأخيرة أو القصة الخامسة. نعم. كلها كانت هي قصص إدهاش. إحنا والله بنحييك من خلال هذا البرنامج إن شاء الله مزيد من الابتكار وكمان مزيد من تطويع. نعم. الأشياء البسيطة في البيئة الموجودة. نعم. حواليك. نعم. مش كده؟ نعم. كتر خيرك كثير. الله يسلمك، بارك الله يديك العافية. الله يسلمك، بارك الله فيك. نشوف النموذج الأخير. أه. الفكرة. طيب. الأخيرة حقيقة هي نموذج بتوري مضار التدخين. من خلال المجسمات برضه عملنا مجسم بتوري مضار التدخين بالنسبة بنوري لطلابنا ونوري. نعم. برضه لمجموعة من الشباب بنوريهم عمليا كيفية نعم مضار التدخين. نعم. طيب كيفية مضار التدخين نحن حنختم ب المدخل ديه. أيه نختم به. بالنسبة للمجسم ده عبارة عن مجسم بتوري مدار التدخين، مدار التدخين والأشياء اللي بترتب من التدخين، هي مسألة بتاعت موية ومليناها في كريستالة، بنضع السجائر بالطريقة دي عشان نوري ليه المدخنين مدار التدخين، بنولع بالطريقة دي
زي ما شايفين هنا الآن كأنه الإنسان بيدخن بيشرب فيه السجاير، لأنه هنا الموية ملانة طبعا، محل الموية بتتحلى شنو بتتملي النكوتين، وفي النهاية هنشوف المضار اللي بيترتب من المسألة دي. الآن زي ما شايفين دي موصل رئتين بالنسبة للإنسان بيشطف فيه سجاير، في النهاية الموية بتتقلل الدخان بيتحلى محل شنو محل الموية. نشوف في النهاية اللي حيحصل إن شاء الله. دي طبعا زي ما شايفين دي تقريبا نص سجارة، بنشوف المسألة اللي بتترتب من المسألة دي. نشيل السجاير في النهاية بنضع عليه بنحاول نرجع عليه النكوتين عشان نقدر نشوف مسألة الاسترجاع دي بالذات للمدخن. نعم زي ما شايفين يعني الناجي اي هذه رجعنا له النكوتين اللي كان في الرئتين رجعناه. دي طبعا دائما تلاحظ انه الانسان المدخن دائما تلقاه شنو بتحاول ترجع يس لا دانو بيضايق في الرئه. زي ما شايفين المساله فيها يا سبحان الله سبحان الله حاول الترسبات الناتجه من خلال نعم مساله التدخين يعني دي بتترسب في الرئتين وبتعمل مشكله كبيره جدا بالنسبه للانسان المدخن. عشان كده دائما بتلقاه متضايق بتلقاه متضايق و في التنفس ذاته ضيق النفس والكحة لا بيقدر يمشي مع الناس صح كثير من المضار من الان زي ما شايف كل ليه دي من نص سيجارة بس يعني حاله ما اكتمل السيجارة كلها، لكن دي نص سيجارة بتطلع منها نفس المسألة دي. دي مجسم حاولنا نعمل به شيء عملي بالنسبة للمدخنين. هم كثير من المواقف احنا بنعمل فهم بيقتنعوا في الناس ممكن يتخلوا عن السجاير بالمضار اللي هم شايفينها قدامنا. نعم. إذا أيها المشاهدون الكرام دي التجربة العملية في مدار التدخين وقصة الإدهاش الخامسة اللي قدموا لنا الأستاذ عبد الفتاح نوري الخبير والمقترح. شكرا جزيلا أستاذ، كتر خيرك يا أخي، سعدنا والله بكل قصص الإدهاش يعني إن شاء الله مزيد يعني من التقدم والتطور إن شاء الله، وكمان تمشي تسجل الحاجات دي في الملكية الفكرية وتكون محفوظة بإذن الله تعالى إن شاء الله. شكرا جزيلا، نمشي نسجل إن شاء الله في الملكية الفكرية إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. الله يسلمك. شكرا جزيلا. الله خير. بارك الله فيكم. شرفتوا ديال إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيكم. جزاكم الله خير. نعم. إذن دي هي اللمسات الإبداعية لقصتنا اليوم ولكذلك لمدهشنا اليوم الأستاذ عبد الفتاح نوري اللي اتطوفنا معه ومشينا معه في كثير من قصص الإدهاش وكذلك في كثير من قصص الاقتراع المتنوعة. حتى جديد الملتقى في قصة أخرى. أيها المشاهدون الكرام تحياتي والفريق العامل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.